النقطة دي، يعني مجهز لك سؤال كده محتاج بالذات أنت حضرتك أسمع وجهة نظرك فيه. إحنا لو بصينا لمنتخب مصر في آخر 3 4 سنين، منتخب كبير ومنتخب شباب، ولو بصينا للأندية المصرية في آخر 3 4 سنين برضو، هنلاقي إنه إنجازات الكرة المصرية: التأهل لنهائي أمم أفريقيا مرتين، التأهل لكأس العالم مرة، مظبوط؟ بالظبط. منتخب الشباب بطل أفريقيا وشارك في أولمبياد طوكيو. على مستوى الأندية، الأهلي المصري بطل دوري الأبطال نسختين، ثلاثة أو اثنين برونزية كأس عالم، اثنين سوبر أفريقي. ده ملخص إنجازات الكرة المصرية في آخر 3 4 سنين. تعال نبص مردود إيه، مردود ده، النتائج دي إيه على مستوى عدد المحترفين المصريين. وإحنا ليه لعبتنا ما بتطلعش بره بنفس الكم؟ لعبنا امبارح منتخب كله محترف في الخارج في أعلى وأكبر أندية باستثناء حارس المرمى الثاني، هو بس بيلعب في السنغال. ليه ما فيش ترجمه للانجازات دي على مستوى عدد اللاعبين المصريين المحترفين بره من وجهه نظرك؟ هو ده احمد زي ما انت بتقول. بصراحه احنا مطلوب من المسؤولين ان احنا نبدا بقى، يعني نبدا نفتح الطريق لاولادنا بشكل كبير. وده شفنا نتاج الاحتراف الخارجي على فرقه السنغال او الجزائر، انك انت دلوقتي بيعتبر من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا. وخلال ان احنا ماشيين بسياسه زي ما انت ذكرت كده يا احمد، بالنسبه للانديه وعلى رسوم النادي الاهلي في تفوق كبير جدا. قوام المنتخب اذا كان المنتخب الاول او منتخب الشباب الاولمبي موجود من لعيبه النادي الاهلي. كمان حتى شكل المنتخب، احنا النهارده بقى عندنا ثقه في منتخبنا في اولادنا بشكل كبير جدا مع مستر كروش. يعني احنا بقى يمكن سنتين بنعد فعلا احلال وتجديد بشكل كبير. النهارده بقى عندنا منتخب انا بعتبره من اقوى المنتخبات اللي موجوده. فناقصنا بس الحته ان احنا عدد اللعيبه المحترفين يزيد شويه يا احمد. بمعنى ايه؟ بمعنى لما بيبقوا اربع خمس لعيبه، ايه المانع يبقوا 10؟ ايه المانع يبقوا 12؟ لان خد بالك انت النهارده لما اللعيب بيروح اوروبا استفاده كبيره جدا بصراحه، في تطوير من خلال العامل الفسيولوجي، من خلال العامل النفسي، من خلال العامل البدني، من خلال العامل المهاري، بيحصل تطوير للعيب في المنظومه بشكل كبير. احنا شفنا تريزيجيه ومحمد صلاح، يعني تريزيجيه لما في المباراه دي تحس ان تريزيجيه فعلا استفاد في الفتره اللي فاتت دي من الاحتكاك الاوروبي، في وقفته، في تحضينه، في اختراقاته، في رؤيته، في 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 في, في مهارته، في سرعته. لا، حصل تطوير بشكل كبير. فانا انا انا بطلب بصراحه ان بقى لازم عندنا من المسؤولين جرأه بقى ان احنا فعلا نفتح الباب لاولادنا عشان يبقى العائد علينا المنتخبات بهذا الشكل. يبقى احنا مش اقل من السنغال، مش اقل من الجزائر، مش اقل من المغرب في عدد المحترفين. فنتمنى هذا ان شاء الله.